تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. واحد، إسرائيل تريد الغاز ولا تريد الشعب. غزة 2024. كلنا تابعنا عبر أكثر من 100 يوم الحرب العدوانية الآثمة والإجرامية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وشفنا هدم المنازل، وشفنا قتل الأطفال، قتل النساء وقتل الشيوخ، تدمير المتاحف، الكنائس، المساجد، أمم متحدة يتم قتل موظفيها، صحفيين يتم قتلهم. شفنا كل الجرائم تقريبا ارتكبت في الحرب الإسرائيلية على غزة. وقلنا قبل كده أن مؤلف كتاب تاريخ القصف الجوي بيقول أن أكبر تدمير منذ الحرب العالمية الثانية، منذ تدمير مدينة دريسدن الألمانية، تدمير غزة. إنما إسرائيل عندها نظرية في هذا التدمير، نظرية إجرامية في هذا التدمير، لأنه لما الحركة الصهيونية بدأت بجمع يهود العالم للوصول إلى فلسطين، كانت بتقول إن إحنا شعب بلا أرض، تعالوا نروح فلسطين اللي هي أرض بلا شعب. لكن فوجئوا لما جم إن الأرض دي عليها شعب، الشعب الفلسطيني العريق اللي بقاله آلاف السنين في هذه الأرض. فهم فوجئوا وصدموا من حجم الكذب إن هم جايين أرض بلا شعب، لو أرض عليها شعب بقاله قرون بل آلاف السنين على هذه الأرض. الحركة الصهيونية بعد كده اشتغلت على إنه يتم تقليل عدد السكان العرب اللي موجودين في فلسطين. واشتغلت إسرائيل منذ ما قبل تأسيسها وأثناء تأسيسها وبعد تأسيسها إن هي تحاول تخلي أقل عدد من الفلسطينيين على أراضي فلسطين، علشان لعل وعسى في المستقبل تكون دي أرض خالصة لليهود أو أرض خالصة لإسرائيل. في هذا الإطار شفنا جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري سنة 48 وسنة 67 وفي سنوات أخرى بين الحروب وبعد الحروب. في 2023 الحرب الإجرامية على غزة، لقينا إنه وزراء في الحكومة، مش صحفيين أو أصحاب رأي في الصحف ولا التلفزيونات ولا وسائل تواصل، لا، وزراء ومسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية بيتكلموا عن تهجير قسري أو طوعي، المهم الفلسطينيين في غزة يمشوا يروحوا أي مكان إلا فلسطين، عايزين إخلاء غزة من الفلسطينيين علشان ترجع الجملة القديمة أرض بلا شعب. يعني هم جم فوجئوا أن الأرض عليها شعب، اشتغلوا بقى أنها تكون أرض بلا شعب فعلا. واللي بيحاولوه في حرب 2023 والمستمرة 2024 أن هم يبيدوا قدر الإمكان أكبر عدد من الشعب الفلسطيني أو يهجروا هذا العدد من الشعب الفلسطيني. حضراتكم في بعد اقتصادي في هذا الأمر بإضافة للبعد الإيديولوجي والديني والسياسي. البعد الاقتصادي إن من ربع قرن تقريبا، من 25 سنة، شركة بريتش بتروليوم لقت إن في حقول غاز كبيرة في البحر قدام سواحل غزة، حقول غاز فلسطينية في بحر غزة. فالشركة أعلنت عن ذلك، وقتها السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت تدرس الموضوع. بعد فترة تم الاتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل إن الغاز ده يطلع لصالح فلسطين، وإسرائيل تشتري هذا الغاز بأربعة مليار دولار سنويا، ويتم تنفيذ هذا الاتفاق من 2009. لكن قبل 2009، سنة 2007، سيطرت حماس على القطاع، وبالتالي تعطل هذا الاتفاق وألغي. ومن وقتها احنا شايفين أوضاع صعبة مستمرة في فلسطين. إنما دلوقتي تكشف وجه لإسرائيل والحكومة الإسرائيلية إن هم عايزين ياخدوا الغاز ولكن بدون شعب، إن هم كل حقول الغاز دي تروح لإسرائيل، مفيش بقى سلطة وطنية فلسطينية ولا 4 مليار ولا شيء، هم ياخدوا الغاز بالكامل، والغاز ده قدام غزة فياخدوا كمان غزة بالكامل، فياخدوا الأرض وياخدوا البحر، وبالتالي بيسيطروا على موارد الطاقة البحرية الفلسطينية
في سواحل غزة. عشان كده لقينا إن الكلام كله عن تهجير، مش عايزين فلسطينيين، فياخدوا الأرض يعملوا عليها المنشآت بتاعتهم ويعملوا عليها المنازل المستوطنات اللي هي معادية ومخالفة للقانون الدولي، فيملوا كل غزة مستوطنات إسرائيلية، الشعب كله يطلع بره وياخدوا الغاز ويكملوا بقى السيطرة التامة على القطاع بدون وجود فلسطيني واحد. لقينا هذا الكلام على لسان وزراء في الحكومة الإسرائيلية إن هم مش عايزين فلسطينيين. سفراء إسرائيليين في الخارج في أكتر من دولة مش عايزين فلسطينيين نهائيا، عايزين أرض بلا شعب، عايزين غاز بلا شعب، عايزين السيطرة على فلسطين، مش عايزين أي فلسطيني على هذه الأرض. ديت خطة تصفية القضية الفلسطينية، إلغاء القضية بإلغاء وجود الشعب الفلسطيني عشان ترجع خرافة أنها أرض بلا شعب فلسطيني. لكن زي ما قلنا إن إسرائيل اللي بتعتقد ذلك يجب أن تتأكد إن ذلك لن يحدث أبدا، وإن الشعب الفلسطيني باق على أرضه، وزي ما هو موجود منذ آلاف السنين هيقعد إلى آخر نهاية العالم، وإن الشعب الفلسطيني هينجح في إقامة دولته، وإنه مهما تحاول إسرائيل لن تنجح في نهاية المطاف. أعدادها إلى من الشهداء والمصابين، تدمير منازل منشآت، لكن على الرغم من ذلك لن تنجح إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية ولا إلغاء الوجود الفلسطيني في فلسطين. لن تنجح اليوم، لن تنجح غدا، لن تنجح في أي وقت في المستقبل. قلنا موقف مصر منذ البداية وإلى الآن عبر عنه الرئيس السيسي في منتديات ومؤتمرات داخلية وإقليمية ودولية، وقال الرئيس أنه لابد أن يتوقف إطلاق النار بشكل مستدام بشكل دائم، مش هدى متقطعة أو هدى محدودة، إنما إيقاف مستدام لإطلاق النار، وإن لابد من محاسبة والتحقيق مع مجرم الحرب، ولابد اللي في دماغ إسرائيل من تهجير قسري أو طوعي أو إبادة جماعية أو تطهير عرقي أو ترحيل الفلسطينيين كلهم إلى الخارج أو تصفية القضية الفلسطينية، كل هذا الكلام يجب أن ينتهي فورا. ولابد أن تسمح إسرائيل اللي بتمنع وصول الإغاثة المصرية والإغاثة الدولية إلى فلسطين، لابد أن تسمح إسرائيل بذلك. وقال الرئيس إنه في نهاية المطاف يجب أن نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67، عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة تكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة. إسرائيل تحاول تصفية الشعب الفلسطيني، أن تستوي على الأرض بدون الناس، تستوي على الغاز بدون الشعب، لكن إسرائيل ستفشل والشعب الفلسطيني باق والدولة الفلسطينية قادمة. 2 من الصعيد إلى البقيع. الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر من الشخصيات العظيمة في تاريخ الأزهر الشريف وفي تاريخ الإسلام. الإمام محمد سيد طنطاوي وأسرة الإمام محمد سيد طنطاوي كل فترة نلاقي حملة هجومية على الإمام وعلى عائلة الإمام، ومزاعم لا أساس لها، من إن عنده بنت أخرى عايشة برا مصر وعندها مواقف ما أخدتها بعد كده، وما إلى ذلك من خرافات ومحض هراء لا أساس له. الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي ولد في سوهاج، علشان كده جامعة سوهاج عندها جايزة كبيرة، هذه الجايزة تحمل اسم الإمام محمد سيد طنطاوي للحوار. ولد في سوهاج وبعدين درس في الأزهر الشريف وصل إلى كلية أصول الدين، وبعد كده ماجستير ودكتوراه في أصول الدين، الدكتوراه خد فيها درجة امتياز، وبعد كده ترقى حتى أصبح عميدا لكلية أصول الدين جامعة الأزهر في أسيوط. بعد كده سافر إلى المملكة العربية السعودية وبقى أستاذ ورئيس قسم التفسير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وفي المدينة المنورة كان بيكتب هناك كتابه الشهير جدا جدا تفسير الوسيط. بعد كده الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي لما رجع مصر ورجع الجامعة
فالإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر رشح الدكتور محمد سيد طنطاوي لمنصب مفتي الجمهورية، وكلم الإمام جاد الحق علي جاد الحق الدكتور محمد سيد طنطاوي وقال له إن إحنا مرشحينك الأزهر الشريف لمنصب مفتي الجمهورية، وحسب مصادر عديدة إن الدكتور محمد سيد طنطاوي كان متردد في قبول المنصب، وإن اللي أقنعه بمنصب مفتي الجمهورية هو الإمام الأكبر شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق. وده يبين لنا ملمح من حياة الإمام محمد سيد طنطاوي، إن ما كانش مدلوق على منصب ولا شيء، وإن هو تردد بل ربما رفض في البداية قبول منصب مفتي الجمهورية اللي عرضوا عليه الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق، وذلك لأسباب علمية. قال إن هو أستاذ في التفسير وخبرته كلها في التفسير والحديث، وبالتالي في الفقه محتاجين حد يكون تخصص أكبر في الفقه علشان يكون مفتي الجمهورية، إلا إن الإمام جاد الحق أقنعه بتولي المنصب وتولى منصب مفتي الديار المصرية وقد أحسن الأداء. بعد كده تولى الدكتور محمد سيد طنطاوي منصب شيخ الأزهر الشريف، وأثناء وجوده في مشيخة الأزهر عمل تطوير كبير جدا في المشيخة، والحقيقة كان فيه جهد علمي وفقهي وديني كبير جدا أثناء تولي الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي منصب شيخ الأزهر الشريف. الدكتور محمد سيد طنطاوي عنده مؤلفات كتيرة، إنما أبرزها وأهمها اللي هو واحد من أهم كتب التفاسير في العصر الحديث، كتاب الوسيط أو التفسير الوسيط للقرآن الكريم. التفسير الوسيط للقرآن الكريم اللي كتبه الإمام محمد سيد طنطاوي بيتكون من أكثر من 7000 صفحة، 15 مجلد. فالإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي عنده تفسير للقرآن الكريم اسمه تفسير الوسيط، هذا التفسير 15 مجلد، أكثر من 7000 صفحة. شوف الجهد العظيم اللي معمول في هذا العمل الكبير التفسير الوسيط، واللي كتب معظم أجزائه في المدينة المنورة. الإمام محمد سيد طنطاوي عنده كمان كتاب مهم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، والكتاب ده لقي نقدا كبيرا في إسرائيل وخارج إسرائيل، إلا إن هذا الكتاب نجح نجاح كبير، وزع توزيع كبير جدا، ولا يزال هذا الكتاب يثير غضب إسرائيل. الإمام محمد سيد طنطاوي عنده مؤلفات أخرى كتيرة جدا، مؤلفات مميزة بما فيها الفقه، كتابه الشهير الفقه الميسر، وأيضا له كتاب عن المنهج القرآني في بناء المجتمع. الإمام محمد سيد طنطاوي حضراتكم كل شوية بنلاقي هجوم عليه، هجوم على العائلة، اختراعات لا أساس لها، أكاذيب وضلالات لا أساس لها، إن عنده بنت عايشة في أمريكا مش عارف بتقول إيه بتتصرف إزاي، كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة. أسرة الإمام محمد سيد طنطاوي تتشكل من 3 أبناء، المستشار عمرو طنطاوي، والمحاسب أحمد طنطاوي، والدكتورة سناء طنطاوي. لو قلنا بقى الاسم بالكامل عشان اللي بيستخدم تشابه أسماء ويفتري على الإمام وأسرة الإمام، فالاسم كده بالكامل المستشار عمرو محمد سيد عطية طنطاوي، المحاسب أحمد محمد سيد عطية طنطاوي، الدكتورة سناء محمد سيد عطية طنطاوي. الدكتورة سناء طنطاوي هي محفظة للقرآن الكريم في نادي الزهور تحفظ الأطفال، وهي طبيبة معروفة في مستشفيات الأزهر الشريف. الأسرة بالنسبة لي أسرة صديقة، سواء المستشار عمرو أو المحاسب أحمد، والعائلة بقابلها كتير جدا، وقبل كده شاركت في الاحتفاء بمرور 10 سنوات على الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي، والحقيقة إن العائلة تتعرض كتير جدا لهجوم من دوائر مختلفة خارج مصر لها أغراضها وأهدافها في تشويه الأزهر الشريف وفي الإساءة للإسلام وفي الإساءة لأسرة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي. وبناء على ذلك كل ما ينشر وكل ما يذاع على يوتيوب أو غيره أو في أي موقع عن إن هناك ابنة للإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي غير الدكتورة سناء اللي هي طبيبة في مستشفيات الجامعية الأزهر الشريف ومحفظة قرآن للأطفال في نادي الزهور، كل ده غير صحيح. فقط
المستشار عمرو طنطاوي، المحاسب أحمد طنطاوي، الدكتورة سناء طنطاوي. الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي كان عنده آراء مختلفة في قضايا مختلفة، وبالتالي كان منطقي أن البعض يختلف معاه، والاختلاف رحمة بين العلماء والفقهاء، إنما حظي بتقدير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وحظي بتقدير كبار علماء الإسلام في الداخل والخارج. ولما توفي إلى رحمة الله، لقينا كبار علماء الإسلام في كل العالم بينعوا هذا العالم المجدد الجليل الإمام محمد سيد طنطاوي. الشيخ محمد سيد طنطاوي كان في الرياض في المملكة العربية السعودية بيحضر جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وبعد ما حضر الجائزة راح على المطار في الرياض، وهناك أزمة قلبية وتوفي إلى رحمة الله، ثم دفن في البقيع. في أكثر من رواية، منها أنا سمعتها شخصيا من رجل السياحة الأستاذ حسين حتاتة بلدياتي، وكان مدير فندق كبير في الرياض، قال أنه كان قاعد مع الإمام محمد سيد طنطاوي بتكلمه في اليوم ده في الوقت اللي حصل فيه، مش في اليوم في الزيارة بتاعت الرياض اللي حصل فيها الوفاة بعد كده في المطار. فبيقول حسين حتاتة الله يرحمه أنه الشيخ محمد سيد طنطاوي قاعدين نتكلم، فحد قال ده فلان من علماء الإسلام كان موجود هنا من 3-4 سنين وكان بيدعي ربنا يموت في السعودية ويدفن في البقيع، فمات ودفن في البقيع وربنا استجاب ليه. فالشيخ محمد سيد طنطاوي رفع إيده للسماء في هذه الجلسة وقال إن ربنا يكرمنا يا رب بالدفن في البقيع. في الحج الأخير الذين اصطحبوه قالوا لما كانوا بقى معاه في زيارة المدينة بعد كده، قال إن هو قدام البقيع ويقرأ الفاتحة، قال اللهم الحقني بهم وإنه يا رب أدفن في البقيع، وهو ما حدث بالفعل، فقد استجاب الله دعاء الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي ودفن في البقيع. رحم الله الإمام الأكبر رحمة واسعة، كل الاحترام له ولعائلته لتاريخه وفكره وتفسيره وعلمه وتجديده. رحم الله الإمام محمد سيد طنطاوي الذي قطع رحلة عظيمة من الصعيد إلى البقيع. وفاصل ونكمل. ثلاثة فريدريش دورينمات، الحرب الشتوية في التبت. فريدريش دورينمات هو الكاتب والأديب السويسري الكبير، هو من أعلام الكتابة بالألمانية في العالم. فريدريش دورينمات عنده أعمال كتيرة مترجمة إلى اللغة العربية. الكاتب الكبير الأستاذ أنيس منصور ترجم أغلب مؤلفات التي ترجمت للعربية لفريدريش دورينمات، مثلا هبط الملاك في بابل، روملوس العظيم، الشهاب، وعنده كمان علماء الطبيعة، زيارة السيد العجوز، كل دي من أعمال دورينمات التي ترجمها أنيس منصور إلى اللغة العربية. دورينمات حضراتكم كان معاصر ومنافس وصديق لكاتب وأديب آخر كبير اسمه ماكس فريش، لكن كان بينتقد ماكس فريش كتير ويقول إن ما ينفعش الأديب يخلي حياته الشخصية هي المادة الأدبية، وإن ما ينفعش كمان ما يسمى أدب الاعتراف إن كل حد يتكلم عن حياته الخاصة أو حياته الشخصية ويعتبر إن ده نوع من الأدب. فكان دورينمات بيسخر من استخدام ماكس فريش لهذا الأمر، الحديث الشخصي وذكر الحياة الشخصية في أدبه وكتاباته. دورينمات كان مش متفائل أوي بمستقبل العالم، وعنده عمل شهير اسمه النفق. في هذا العمل بيقول إنه الإنسانية ماشية إلى نفق لا يبدو أن هناك ضوء في نهاية هذا النفق، فما كانش متفائل قوي بإدارة النخب العالمية والحكومات العالمية والشركات العالمية لهذا العالم، وشاف إن احنا ممكن نكون دخلنا في نفق كإنسانية قد لا تكون له نهاية أو مخرج جيد. وعنده قصيدة شهيرة جدا اسمها الحرب الشتوية في التبت. هذه القصيدة بتخيل العالم بعد الحرب العالمية الثالثة، اللي هو نهاية العالم أو ما بعد نهاية العالم. فهي أيضا قصيدة اللي هي الحرب الشتوية في التبت زي اللي قالوا في النفق
إن الإنسانية لو مشيت في طريق حرب عالمية تالتة هتكون نهاية العالم مأساوية، وهي النتيجة الوحيدة لما يجري. عشان كده كان بيحذر باستمرار من اندفاع العالم المجنون تجاه تدمير هذا العالم. أخيرا نقول في هذا السياق أن الدكتور يوسف إدريس الأديب الكبير زار دورنمات في نيوشاتيل في سويسرا، ودعاه لزيارة مصر، وجاء دورنمات وزار مصر، وكتب عنه الدكتور يوسف إدريس بعد زيارته لمصر، وأبدى إعجاب كبير جدا بأدبه وقدرته على خلق الأسطورة الحديثة والمعاصرة والأسلوب الرائع لفريدريش دورنمات. إذن تحدثنا اليوم عن الأديب والكاتب السويسري الكبير فريدريش دورنمات الذي ترجم له أنيس منصور ودعاه يوسف إدريس، ولم يكن متفائلا بمستقبل العالم، وكتب في ذلك الحرب الشتوية في التبت والنفق. فريدريش دورنمات كاتب كبير من القرن العشرين. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.